اليوم صار حديث البارحة بعد الاقتحام المنطقة الخضراء من قبل المتظاهرين السلميين. صار حديث. ممكن أقاطع هنا؟ يعني ولو يعني نقطة نظام. أه. شلون سلميين وشلون اقتحام؟ ما تنسجم الأمور. ليش مو سلمي؟ حق يعني مشروع. السلمي ما يقتحم. زين هذا رجع الهوية. التظاهر حق مشروع مكفول دستوريا. والاقتحام. التظاهر حق مشروع مكفول دستوريا وكل المواطنين لديهم حق انه يفعلون ما يشاء. شنو هاي المنطقه الخضراء؟ هي مقدسه لا يمسها الا المطهرون يعني اللي لابس ابيض. سبق وان ايضا القوى المدنيه والديمقراطيه وصلوا للمنطقه وعندهم حق يظهرون داخل مجلس النواب ويحضرون جلسات مجلس النواب. هذا مشروع يعني مو فد شيء شو اسمه. لا انا اريد اعبر عن رايي السياسي. فاللي اريد اقوله انه هذا الحوار تتحدثت حضرتك انه شنو اللي يضمن لي انا اقول اليوم ليش ما يصير حوار ويا الشعب؟ يعني هسه انتم تتحاورون في مباناتكم على اي اساس تتحاورون؟ شنو اللي راح يصير؟ شنو الشيء الجديد اللي اريد اقوله؟ كان اهم مثل الشعب خوش اللي اريد اقوله. الغالبيه العظمى من الشعب اليوم ناقمه على الوضع الحالي. اللي اريد اقوله مثل ما صار بانتفاضه تشرين وقبلها باحتجاجات الفعاليات ب 2015 و2011 لما هاي قضيه الحوار لما مجرد ما يمضون بها هم راح يعيدون انتاج نفسهم مره ثانيه. تهدى الاوضاع فصلوا قانون انتخابات على مقاساتهم شكلوا حكومه شلون ما يردون عادوا انتاج نفسهم مره ثانيه. شنو اليه العمل المفروضه؟ المفترض عزيزي يعني فهي هاي القضيه انه اليوم انا اعيد انتاج نفسي مره ثانيه لو انطي فرصه للشارع العراقي انه يقرر. شوف صار تجربه نحكي امثال ونحكي تجارب. صار تجربه في كندا شافوا انه قانون الانتخابات ما يلائم حزب سياسي عنده مجموعه كبيره من الاصوات لكن ما ياخذ مقاعد على حجم الاصوات مالته. فراحوا للناس شكلوا مجلس من هذا المواطنين وعلموهم على قضايا الانتخابات وقوانين الانتخابات وبالتالي المواطنين ذول المجموعه سووا قانون انتخابات وهذا القانون مشى وبالتالي كل من اخذ استحقاقه. فصار حديث على انه ممكن مشاركه واسعه من المواطنين من المثقفين من الاكاديميين من المهتمين قوى واحزاب سياسيه ممثله بالبرلمان وخارج البرلمان وغيره انه تشرع في تشكيل يعني في اعداد لقانون انتخابي. قانون انتخابي ما يتفصل على مقاساتهم. قانون انتخابي يمثل الناس فعلا وقولا. وش يطبق قانون الانتخابات تعلن اي قوى سياسيه تريد تشارك بالانتخابات عن تمويلها المالي تتخلى عن السلاح والسلاح يروح الى الاجهزه الدستوريه والاجهزه الرسميه للحكومه. سلاح كله شرعي اليوم. وين اكو سلاح شرعي؟ هذا السلاح الصواريخ وهاي القاذفات كلها عندها عنوان عنوان رسمي. صواريخ عنوان رسمي. القائد العام للقوات المسلحه امر باطلاق صاروخ لو طير طياره شو اسمه وهاي السلاح العشائر وهاي اي واحد تلقاه اليوم عنده فد بي كي سي وما اعرف شنو.